الله معكم اخوتي ياسر ربي يصب قلوبكم، محبتي لجميع ابونا موريس. بدي لكم اليوم شخصيات اللي بقلب المغاره موجوده شو بتعني. هون الرب يسوع امنا مريم العذراء ومار يوسف بنعرفهم كتير منيح. عم نشوف هون الملاك اللي ظهر للرعاة وبشرهم قال لهم ولد لكم مخلص. عم نشوف النجمة اللي بنحطها اللي هي دلة المجوس واللي بذات الوقت هي كمان نور الرب يسوع اللي بيهدينا للطريق الصحيح. ونشوف كمان هون يا اخوتي الراعي اللي مسؤول عن رعيته وشعب الله، واللي كمان بيمثل الراعي اللي بده يكون مسؤول عن الرعية. عم نشوف المجوس اللي هن باقي العالم، الراعي هو كان من أبناء الله والمجوس اللي بيشكلوا باقي العالم الأمميين، يعني نحن، يعني الرب يسوع إجا من أجل اللي كانوا ناطرينه ونحن صرنا كلياتنا كل المؤمنين بالرب يسوع هن أولاد الله وهن شعب الله. عم نشوف هون المونة طبعا حتى الله يباركها، بنحط المونة كلها تبعيتنا. وعم نشوف هون الحمار والثور اللي هو جاي من نبوءة أشعيا، عارف الثور قانيه والحمار صاحبه وأنت يا إنسان معرفة ربك. يعني الحمار والثور عرفوا وين بياكلوا وين بيشربوا والإنسان معرف الله. طبعا هي بتنقال عن إسرائيل بس بقولها أنا هلأ عن الشعب كله. إمنا مريم العذراء ومار يوسف. وهون هلأ بنشوف الخواريف والكبش الغنم اللي كان رمز للذبيحة حتى نقدمه تكفيرا عن خطيتنا. رب يسوع إجا قال أنا اللي بفديكم، ما بقى بدي ذبيحة حيوانية، أنا صرت الذبيحة لأجلكم لخلصكم من خطاياكم. الموني كلها بنحطها تحت الله يباركنا ويزيد. وما تنسوا الرب يسوع نور العالم، ينعاد عليكم ولد المسيح. هللويا.